الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمان وسلامتهن مرت شرف تيسوكت بقلهن رق يدمر بله أقون يهامين يوح قرد يهندر قرد بله قنع ستدي مقالد له دمانتين وايد السلام. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي يا بدو مهزنتين دمانتين مرت شرف تيسوكت بقلهن عاوة رق يدمر با دلن يرى يوايل با وحنو جيدا لبنتي مقالة كولومبوس أوهايو هدي أهان لهيد أقوان يهمين هدي أهان لهيد قنعساتو هدي أهان لهيد علماء الدين هدي أهان لهيد اندير قرد يسياسين يوح قرد انتبا آدي آد بان دين سلام يا وحن يدين كرالي قلنا يا مركو هوري إنا إنو إن يركد دهان وقتك يا إنو عيماني وحن ما أنت وچوقنا قولهن أما إنو سوقو نمي قولهن لباف سمفالي أما صدح قبضوض ومقعود اللي يهدو سمفاليال قبضا هاس أو أه هويوين أه محاكو مروين أه قبضو محاكو هذا وليبا رقي إنه دالن يرادا قبضا بضن بيليين وليبا هويوين وقبضا قرح بضن بيليين إن شاء الله قبضا هاسي وحاين أغوجي مادين مرتين أغوجيهين إنا يسميان أما أي أساسان أما أي أمكان لبا عسبتال أو واوين أو إن شاء الله وحتر النقطة كرا دول كيني هايو لبا إسبتال أو رناهانتي إن باهيدا هايدا يدلان كو قبان إسبتال لذا إيو إني أركان دخاتير النقطة كرا سلديك ون النقطة كرا ميت باهيدا دلقو إن محن كرا دري يلو إن شاء الله وحين كسر دوين إن أحدا وحين كفر فران إن أقوله إن يشرك إن أيدها القرآن ككريم كا إيو وعي جلين أينو كده جيسنو شيخ مختار شيخ إبراهيم حاج عبد الله أو آه علماء ده مقالة ده لنا أورن كرو وإن دير جرد كا دت كمقالة ده نشوجا أرماها سما فل كا هي أرماها محن كورة هذا أي وناكسن أو حقبت كا هذه يشور ومديسة إن لك لا قيب قاتا إن شاء الله شيخ مختار شيخ إبراهيم فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم ما بعد، إخواني وأحبتي في الله، دتك حفلة أحاول يسوق من قابيي يا دتك كسوق يبقلي وشرفت على دمانتين وحنقول السلام يا سلام إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناسبة عاوة ومناسبة آديات قالوا سببتنا وحوية مناسبة وحي معنا كل هذا هي وحي كساب سنت مشروعا يوحوية هن أرنت أو كساب سن يا عاوة حفلة بدن أو مجالا كدعي أو أن كسوق يبقلي وأكدوية أنت بدن حفلة ذا كسر دع مجال ذا أما كدي عشري أما كدي عدوانا وحيس جب بدن ين حفلة ذا سياسة ديسن أما كو حاوي أن دامي بي وبدني لكن وإن ويريهين حفلة ذا نوع نوع كلا أو مشروع نوع عصو كلا أو مدة وحاوي يهن لبعتي سن أنفعية أو إلهي سبحانه وتعالى ومدة وحاوي قوتين أو أشر كسين أيو أد بويرته مركب كوبات قبلها وحاوي أرنتن كسر شقي أو لمعابي iya dadka kale oo ku taageeray oo soo abaabulay meel kasta ba joogan ama kuwa waxa weeye lacagaha ku bixiyay oo gobolada kale waxa weeye jooga
أما ضدك هذا برا بإنا يحاول يكب حيان انتبه إلهي سبحانه وتعالى وحنكبر إنا إنه ميزانك حسناتك أقدره في يوم لا ينفع مال ولا بنون أنت أسكدي وحن ربا أنجو إن وحير افتيميو أرمه النوع عن وكلاء هي أهمية ذا إلى ذا هي حقة شرع جن قويم كا أما دين تين آيات كأو ناكسن أرمه النوع عن وكلاء اهتمام كأيسيسي قرآن كريم كأمر كأنفير إنه إنفاق إلهي درت إن وحلا بحيو وحاي كم تهاي مواضيع ذا وحوي أو جبضا أو قرآن كوا كهذي سيادرت يتبع وحي هذا العلماء دمر كيفير فيرين دور يتبان قيود أو كلا دون أيا وحى قصة أرورت القرآن ك إنفاق إن الله بحيه سيابة كلا دون مع إنفاق هو حاوي معنيه سو إن هذا لا يدرت وحب حس مركا هل نوع كري اللي جم كينين وحلاو كان ينتاس أو نوع كلا دون أساليب كلا دون معنا ودوين كلا دون سددكوا أي أفهمان أرنتاس يقيمها إلى ذا سيادرت هو مطلب شرعي أما هو هدف تربوي أو إسلامي أو يعني. ولذلك أي وحال الربا روح مسلم كا إنه كبحية وجود خير كلا دون سيابة كلا دون أو كبحية ما دام إلهي وسيابة كلا دون أو هذا محايا لروح مسلم كا أصل أهان وحوية روح ديغسية روح وحاوية هن يعني السخية روح كريمة روح يعني وحاوية وصاحبة إيثار وحاسوا أباهن إن أتبحسوا ضدك قاركود وحالقي يابا إن أفهمان إن أبحية أموحية كالصوهرة ساس ما إسلام كمركة الفيرسو أما التاريخ دي سمركة الدب أو اللابطو وحاو إسلام كأنه عانو كوية هاي وحال ليرا إيثارك ومعنى هيدو أوية هاي وحاد أباهن تاي أدو إن أتبحسوا وأدو بحس إلهي سبحانه وتعالى درتي ولذلك وحي علمدو إلى أن مجتمع مسلمين تو وحي عانك كويهين وحي ويهن أنه مجتمع التكافل والمرحمة إنه يعني مجتمع إسكفالق هذا ولا سيما مجتمعنا الصومالي وحي أبها وعانك أويهي ومضاها كلو حتى مسلمين تأن أقدوا أنه يعني مجتمع إسكفالق هذا مجتمع المرحمة مجتمع السنة حريستة مجتمع التعاون مجتمع وحاوي إسكالميستة مجتمع وحاويهن الإحسان وأنا مطلب شرعي أوي سيدا إنه شيخنا محيالي نبي عليه الصلاة والسلام وحويري مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى تدك مسلمين تأوحوا كعبر رسولك إن يهين هل جسد أوكالي أما هل روح أوكالي لباتك استأوسو قادة روح مسلم كأه ملك استأو جوجو أدونك شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ملك استأو جوجو كونفر إياه وحوي وقوي إياه قلبات ماشوا كجوجو إياه بريبة وأسكون مدواي محي علي وحاتابنا يسرب هذا وحوي يهن أدريميو ولذلك بار النبي وحوي عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وحذوته أنت أضروح ولا لك ونباتي سن أقر جاريسو إنه إلهي سبحانه وتعالى أذقنا أكو قرقاريو وحاك لو نبقوا نوشي عليه الصلاة والسلام ذاتك الضعفة إيا ذاتك تاكت الدرن إيا ذاتك الإباتيسا وحال الصين هي السبب توضى إلهي إنه 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 أرزاقيو وحال لغي يابا إنه بيسنس ليه ذاهي وحال لغي يابا إنه شقفي عنه يساتو وحال لغي يابا إنه أدمانت أذق وحبرتي أو أد نولش هذا وحاوي صوص عران كرتو وحال لغي يابا إنه وسائش أذو وحكو صوص عران كرتا أي كوفو ضد هاي لكن dadka walaalaha inta soo dhan waxa laga yabaa inay soo fududeyn adiga waxa laga yabaa inaad tiraahdo wallahi adiga inaad waxa weey waxaad gaadhay isku filansha gaadhay laakiin isku filanshaha aad sheeganeyso waxa dhici karta inay sabab u tahay sida uu nabigu sheegay dadka masaakiinta oo ka dambay oo caawineyso nabigu wuxuu yiri wa hal tun saruna wa turzaquna illa bi du'afaykum ma wax kala la inigu gargaara mise wax kala ayaa waxa weeyahan la inigu siya waxaan aad haysataan illa dadkiina du'afada un mooyeen سأدرت إن عن ذلك أسعاونه وأرن وحوي مهم أويان، ولذلك أي رب سبحانه وتعالى وحول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وروح أسكوا عويسان وحون عكسن إسكت عفوا وحيابها حنهم كأسكوا عويننا. ذلك ما أنت أنت بدن عكس بين نقطتي وحيابها وحوي أن في عنا إن ذلك إن السكر بأردن أدب وبدن تهاي. لكن وح في عن وحوي أن ذلك يربى وحوي وله ولجينا سلاسي هانجرتي. sida darteed waxa loo baahan yahay inaynu fahamno arintaas ayada ay ahmeed ay leedahay
مجتمع وحويهن روح كست أو مسلمة واللبنة أما وبلوكيتي هاي رئيسين بقل دولار هذا بحسه هبل لب بقل دولار وبحيو مركز لا يسكت دارو إز جنبي وحوي بقل ألبين قنيسة هاي أرنن أذى وحوي الله جو مبهنا هبل إيه هبل أرد هاي أذى وحوي هسلهن أذى واحد وقت باس كاجي إنه مر والباب بناية المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا نبي عليه الصلاة والسلام لسه وكله أي وحوي وكعبري وأهمية إلى ذي سادرت يا رب سبحانه وتعالى دتك كشقي أرمها النوع وكلا والصمم فلك أوح وكتل مامي دتك أو خير بدن لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس دتك ما لها إسوي مادان سدح جروب مركا لجربه فإذا ملا كوه حاكم إذا مركا دتك الصدقة وحوي يهن أورورن هيا أما الصدقة وحوي إس أمر هيا أما وحوي يهن مشروع خير أو كان أو كلا oo sadaqada jaariye ah oo dad masaakiin ah oo dhibaateysan waxa weeye badbaadin haya gabar waxa weeye umulaysa oo meel ay ku umusha aan lahayn ilma yar oo meel dhaqtar loo geeyay aan lahayn dad aan haba yaraatee ilaahay mooyeen waxay u ciirsanayaan aan jirin ruuxa maanta waxa weeye halkaas oo kale wax ka dhisa ama gacan ka geysta ajrigiisa ilaahay baa garan kara subhanahu wa ta'ala maxay alay wa arin yana waxa weeye lagu tilmaami karo in aad naf badbaadisay هل روح أو بني آدم أود بد بعدي سي وحيكت لي أنت هاي أديق أو مش يعني وحوي مخلوق أو طن أديق أو حوي بد بعدي ولذلك بقرآن كهذا نص الله بنا سيابه كل دوان أرنت نوع عبر مرك قارقود قرآن كوحوت المامي يعني الصدق الروح مركو لبحو أما وحو إلهي درتي مركو أبحيو أجر جوليه بقرآن كينات المامي ولذلك بإلهي سبحانه وتعالى وحويري يعني وحوي الصوت المام هي أرنت أسي قيمها إلى ذهي يعني وحو الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزن كو حوله وضبحية هبينك يمانك وضبحية وحا إليهين مانك وحاوي قيامة إلهي أوغو يعني وحاوي يهن أوغو مارك وحاوي من نيسان يا إن إيسان مرغون بل نبي عليه الصلاة والسلام حنوش يغي مانك قيامة إن يتحتق عرشق أي هرسان يان تدبر روح مركو كشيكي وعرشق إلهي هرسطة وحا كتري الرجل وحاوي يتصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شباله مما تنفق يمينه كعنتي سبدح أي سن أغانين مدكتيس وحا أي بحنس قيمها أي وحاوي إلهي مركلة إلهي سبحانه وتعالى وحاو تلمامي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم نبي عليه الصلاة والسلام سيدوك لوحو نوت المامي أسوى صدقة ذاتك كتغيب هيا أما كبورنا يوحو نوت المامي ورننكي أود من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بالشق تمر فليفعل وروحك لوحوي إسكداي حتى أود وحوي التمر تشيحد إن أضبحسته بحسه وأرنتوا يعني وحاوي غاية ماشى لجارسية وحاوي فيري وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إلهي أكتيس أيها سبحانه وتعالى وحاوي كهل إساء علماء وحير هذا أن دتك سطح قيود واي دتك أغنية ذا أما دتك وحيستا أما دتك بني آدم جا سطح قيود بأقربيا قلا وقلا وحيستا وإلهي وحسيي وعيت عليه إنه وح بحصدان وميزانك حسناتك وح عصلي مالك قيامة سيد آية داس بأي شكت إنه وبحصدان لكن أنت بدن وحالي وحي مشغول كويهن حولها إيه وحاوي بدن توضا إيه بيزنس كي أبور كيسة أيو مشغول محبة هي مركا إن لقو براروتي أو لقو يراهدو حوله واد سميسة وان هاي ساي وروحان أده هاي ستا وحكبه كواسوا جروب جروب كلا أتشرا وحي نفتوض وحاوي وشيغي ساينة وحبحيان لكن وحا كغالب نقونا يا بخيل نمضى أستغل لفتي سئن لبراروتي الله شيغواي جروب صدحات باجرة وحا او هايستوحو أم ملاين هيا إنو أستغو حوق أولي هاي إيا حيالات أولي هاي إيا رغنما أولي هاي إيا كرتي أولي هاي إيا أقون أولي هاي أكو كان صدي جروب كاس هو جروب كأوليتا وأنا جروب كوحاوي هن أنت بدن جل يا خانة دي قارون نكى لورنجري وإلهي مركو هن تذا بدن سيجي يري لسه استعري إنما أوتيتو على علم عندي رجع نما أنا وأن لاهي كرتي أن لاهي أي الله يوسي أنت أنا نقطة مرك الله مرة وحال الربع إلهي مركو نمعو كسيو أنا نمع هذا سأيده أبال كذا الله تماض وأما بنعمة ربك فعدث نمع هذا إلهي وكسيو أبال كذا وح كم إذا أنا ضح كبر حسو ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار هدو إلهي أنتو نمعوه خسيا نمعاداس أيضا أدن قدنين نمعاداس أدو ككفرية بإلا متهي وإلهي سبحانه وتعالى جكار كن غضي سيدا درتاد إن أدن قطال الربا روح نمعادا كشكرية لكن بني آدم قصيدة أبدا يهين
markii wax la siiyo waa manuuc markii waxa weeyahan uusan waxba haysanin aflabadi buu dhawaaqayaa إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا مر الله مركي وحلا سيو وحويها وأكد جهيا لكن دبعت يا ردي سو قادو وإذا مسه الشر جزوعا أفل بذي بدواقيا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأبي جانبي وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض الله مرة ومرك إن أصدق أن قطع حال الربا إن الإله كحرنا سبحانه وتعالى أوحى إله وكسيي أو حوي وحك بحسه قرانكم مرك قاركوت quraanku mararka qaarkood wuxuu tilmaamayaa oo uu inoo tilmaamayaa arintan iyo infaqa hadalka yaray wax yar infaqa iyo yacna waxa weeye qiimaha uu leeyahay asagoo ina barahaya amar buu ku yimaadaa si lagu tuso waxa weeyahan waxan inay tahay waajib inay tahay dhawood inaad wax bixiso wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum almaut fa yaqulu rabbi lawla akhartani ila lafdhul amr ayu ku imanaya ya ayuha alladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون أمر بأمرك وحاوي مرك قاركود لبوكين هيا سل لبوفة هنسيو أرنتاس أيضا إيا أحمد إيلا أهمية إيلا ذاي مرك قاركود قرانك وحا وكوشيك هيا سل نفت بني آدمك وحا إلهي وكود بيعي حول تعيل حولها ناد بحيسي إني سن ملكا آدين أي إلهي سبحانه وتعالى وكوشيك هيا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وروح عاد بحسان بدل كيسة هلي سامبا لليه ولذلك بقى النبي عليه الصلاة والسلام وحنوط المامي ما ننك استقو واغو بريو إنه يسود دقا هيان لبن ملك إنه يسود دقا هيان لبدا أم ملك مرك يسود دقان مت كم دا إنه ليه هي اللهم أعطي منفقا خلفا إلهي وروحي وحبحي بدل كيسة سي مدنا وحويها أوليه هي اللهم أعطي ممسكا تلفا إلهي وكام حبحي كترتر ملكنا وحاوي مستجاب الدعوه حدي اد وخ بخيسينا وحاوي دعاديسا واد هلي حدادن وخ بخينن هباركيسا كوغو دحي مركا اناد وخ بخيسو وا وخ لو باهان ياو مركا قاركود قرانكو وخي انو شيغا او انو تلماما اسلوب قصص او كلا قصوين بالين او شيكينيا امدا ان وخ بخينن يا ديباتدي كو دحداي بالين او شيكينيا نبي عليه الصلاه والسلام وخي انو شيكيه صدخ نين او لا اختباري نين ان دلا iya nin baras qaba iya nin waxa weeye timi ay ka boobeen saddexdaas nin xoola Ilaahay subhanahu wa ta'ala u siiyay kadibna waxa weeye xoolahi laftoodi baa lagu intixaamay hal nin baa intixaankii baasay waake waaki wax bixiyay oo xoolahiisi waxa weeye dadkii masaakiinta markay u yimaadeen oo malagii oo miskiin iska soo dhigay caawiye weeyaan haddii kale ruuxi intixaankii uu ku dhacaya sida darteed baa walaalayaal waxa loo baahan yahay inuu ruux kastaa wixii uu awoodo oo ku bixiyo mashruucan asaga si Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu u hormarsado maxay yeelay maanta waxa aad bixiso Ilaahay hortiisa subhanahu wa ta'ala baad ka helaysa hana ka yaabin marnaba waxa aad bixisay inuu waxa weeye meel cad uu dhaco oo khasaare uu dhaco walidalika waxa la yiri maalmaha kamid hadith Imam Albani oo waxa weeye sahih ka dhigayo nabi wuxuu soo galay Abdullah ibn Mas'ud ba warinaya wuxuu soo galay Bilal Bilal oo waxa weeye fadhiya meel guriga uu soo galay Bilal wuxuu agtiisa dhigay group waxa weeyahan timir ah ayuu halkan maartay ku rasteeyay markaas waxa uu ku yiri Bilal maxay tahay timirtan ayada markaas waxa uu yiri rasuulka Ilaahay oo adiga iyo martidaadan ugu tala galay oo deynaad maartay waxa weeyahay waha kada markaas waxa uu ku yiri oo miyadan ka baqaynin maalinka qiyaamada jahannama inay waxa weeyahan ay kugu maartay horto oo waxani waa inta yarto hada ugu tala galay nabiga iyo inuu maartay waxa weeyahan oo cuno wuxuu ku yiri ya Bilal waxa weeyahan bixi anfiq waxa haysta bixi oo wax ka bixi oo masaakiinta waxa weeyasi wala takhsha hanaka baqin min dil arshi iqlalan ilaaha arshiga uu saaxiibka inuu kugu yaray risqa marnaba waxa weeyahana ka baqin maadaama uu duubi yahay ee hadda hawshu marka subaxan dadku duubi yahay dadka la wada gal qabanayaa ilaa gabadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aw hanba hanba toban wada baan u baahan hoggaan nici fara khudbad meesha ku jeedisay sababtu waxa weeyaan runtii ninkii hadda wadaad kaliya ma aha inuu waa wax garada oo aqoon badan oo runtii wax wanaagsan loo sheegay marka ugu horeysa ilaahay baanu mahadnaqayaa ilaahay isukan keenay oo anagoo caafimaadna midda kale waxaan ku soo dhaweynayaa kaloomas labada gadhood oo runtii dadaalay toosiya iyo nasra mire oo iyagu martiqaada dadkan oo meesha isugu keena caawo ujeedada ay u sameeyeen ay tahay inay caawimaan dad masaakiin oo iyagu u baahan in la caawiyo
هل أنا ما أحب أن أترك صومالي أو شيء أو رمتي آدم هنا حتى لو بنات تشوفني حتى لو بنات تشوفني لو أحب أن أترك صومالي أو أترك صومالي أو وأنا سوستا هي لا تدري هذا هو نوضو ميشان قبل أن نوضي قبل أن أفعل ما تجري بانوتي أو نمر إلى أن يقول في السنة أي كسمة سنتال يشغل كهيسي وهكذا أيام خصوصا وهذا هذا خاضعين مقالة هكذا كتبت أن هسبتال سبتال يا رب الله قبل هذا أن إلا هذا بعينة كتبت وهذا كتبت سبتال قسم يقبهاري وقول هذا محمد سياد بردي قبل فلو العمل أي سمعيين أو حالي هذا أو يدا هكذا القسم عاون هكذا وحاجة جوغة فائسر يو نصر ميربا جوغة أو يقول سبتال قسمين هيا ورور أنا ورور مطر ورور إن مركا قبلها يجا هكذا مركا تقولنا كل يوم يلقنا سكول استعدادك تكتب وعلى كيسة قبل المواضة هذا المتعلق تكتب وعلى كيسة قبل المواضة هذا تكتب ماشى ميرو بعد ذلك تكتب قبل بعد كيسة مركا مركي سواء اللي تقولنا وحنيت ولا هو المسيح مركا هذا وحنقول لنا لا يوم قبل قبلها إلا هي نور بركة ولا نتاعي أنا قبلها لكن وهم هنبقى يسوي تقولين لكل يقول شك استوى ملك استوى جوك تدد مباهر مباهر هدام نهر كولومبوس عاوة قبلها هو اللوي مادين أبيل بين اللوي مادين إنه يشتال سنعيا وإن أبنا ينوبل بمرك مغارة دان يميد وحن كل الانتين نبال بغوتي وإن كل ينوبل بابع الووتي وقعمت الووتي أي كنت على آي أو أم ما أنت ينوبل بابعك بخصوري تقاري لان كروسة رب صوري تجهي لان رب صوري مع قبلها رفض كل قيامه أريد أن أتوحى إلهي إلهي بإنسي وأنا سيكم عينا وحين كل سنة يعاو بلاه سنوي بدينا أنا وحوى رقى هاري ووهي الروتة لكرو إلي قبلها سنة لقير بستاقه وليبا أن كريا لنا هاينا إن أنا برنا دغنا إن أنا نهار قبل يهدق ما أنا روحي لنا إن أنا العلاب السمين وحاجة ونمر نيران آبت على باشا فريقه جمع ستاع وبنتي ديك سيالة وشكل سوال روانا يروح البابهية إن أنا قول الله سبحانه وتعالى في كلامه هذه سكول قول أنا سيوب إن سكول تقول الله نسوا لازم ما رمش كويا أنا كويا له أنا كويا له رغاية أنا حسب ما رمش كويا إن سكول والله الله نسيوب جامعة استوى الله نسيوب واحد استوى ده كوفا إلينا يلا إن إلا تاجر وهم قالوا خلاصنا يا قبلها سبحانه هذه شرط يجنا يا رب إن تبا إن قبل يفكر يدك يا رانت إن سكول بورسنا sabtu awey waxaan arkay report barnaamijka arkay leeyahay gabdhaha ee ka Soomaalida oo iyagu gabadhii develop group ino 14 15 16 years jirtay guursadaan ilmaha ma dhali karaan waxa weeyaan boqolkii 70 ee ilmaha qabta wana arin dhibaato marka waxa ka codsaday in lagu daro education gabdhaha ee leeyahay degree oo gabadhii la tahay sarkay ayaa lagu guurinay nin ayaa lagu guurinay nin oo gabadha la tahay sarkay ayaa lagu raadin hadoon waaday ma doonay ku laabano rag waa la laabtaa maalmaha وعيالنا مركب شيخي وعلى الله يشيخي وعندنا نوعين دردار كيف واحد وهو يعني قبلها سنوين أنقر بستاكنا أو الله بهنا رمانتر إنه قولوا يعني بيش كي مالين هدي إلى أنا وأنا كده بعدين قبلها كنت استوى كده ما يعني في بريس كتوقع لك قال يا وانا تاجري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله هذه أقول هالسنة هاي إنه حصل ما إن شاء الله I am a man who is a man. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أول مرة أقول إن الله سبحانه وتعالى يوم هذا لي يقول أن الفروض بدن. الجريدة هي عافية كان يسولني. الحمد لله على كل نعم.
مركز كتف الاجتماع مستر حسن عمر جناح ستلا وضياش نقلك علماء الدين تا وردها وين الأمان يوم بعد واحد برشلا يصحافة لما أنت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السلام إن شاء الله تعالى ما بدي لي وقت يقرأكم من دلادي وحاول حيا اللي كسينا يا وحي وعدي يوم خير كأردنا إليه الله علماء عليه وكهذا شيء وهو بحية إذا كسينا يا لولا المجال هل كان قهوسا يوم مجالوي قهوس مادة سلفي كي أي قبضه سمية أي بشر قادم إني ما تضع في ما تكتب المجال اللي هذا أو بويس وهاوس مادة تدري يتبع مجاله أو يهو أطهاي ديستريك إسلام كان اللي بتوي كعافية ما تكتب عيال اللي شو هذا مسبتان جود أما معلنا وحرقونه مجال اللي يعرقاو محمد اللي يعدد بدل وديجان كهسايا فديا نديا خلطوا يجا يصير دورا أنا روح أنا غير وجود وجود بس هو عم كرنا يا وجود روح أوس ما عند سطح ليه لباتن مجاله يقولوا بوي غير روح هذا يعدد لما بقتل لتجيهم وحرقونه كراو إلى صوت المجاله مجاله وين مسبتان جود اللي هو حرقونه ويجدنا هرقيسة أما بوساسو يو برأي لسانو وحواره وجرى مجالا سايتا بقول يطول كيلومتر إسلامك هو عنو ركرا سلفين كيل السمية وهو أنصح نباتة بيش كتبتا ونباتة عاما سيدا برادي محاني كور قليل ناوحي الله بحضان سيدا يغلوض الشيغان واحد البادل يعني ببليش كي يددك إنتا ترى لك مركا سمالو حتى على بوذر رك مالو بدا قاول Somalia way subahan tahay ee insha Allah taala dadka halkan joogayna martu tahay ee waa laga istogreeyay intii aan siibay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uma maadhalayaan intii iga qabanteen deewada fiishayde subhanahu wa ta'ala bihamdi wa astaghfiru wa atubu ilayk wa ma tanti إن شاء الله كترجمة باهظة لوقبة محقبت كيدات كسرة وحي قبطان لوقة ترجمة يوم إن شاء الله ونوز الجنيون ياسين محمد سلمان كسدو أبوان كسدو الميكروفون بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السلام رمان أدوينا حركة صغيرة قليلة رشرف أنت سؤال جديد، أنت سؤال بشيء وصلانية، ما حد كوبا دليله ولا ما حد طبعاً بيوتو، محمد ولا أي عسكري، أدي أدم الفرح صراحة معه، شو واحد كان، أنا أوكي ستيف كله، اللي أكل حفلة دي، مركا كل اللي لكتشر لبوي يعني ما كان لبوي علي، وأقوله مركا، أنا وقتي ولا ذي يعني بروح عن وقت لك رايح حفلة دي، فإن شاء الله بنقبل جوا. فلك بيك من تريم بريها بفقاره فلك بيك من تريم بريها بفقاره من فلورس تغنى يوحفى بيني من فلورس تغنى يوحفى نم فلورس توغانا هايوان وحفا قديني فلان قينت الصومالي دان بريغان فعنيني تلافون اللي صدي دا فادا اللي يري فراس كي جيبان صوقب صدي فولا ياني مي فايدا كي نولبان فافيلي يهاي فايدكي نولبان فافيلي ياهي فوسيا نصريا كوسرو وفرحي يقولي
فون ديشن وعن باتين أنا في لالين فون ديشن وعن باتين أنا في لالين مرحبا قبلها فوشي وفاملي ضايقتي وعد فلم بوسدان فرعنا فوبي فلوم تيرناد وذاتين فيد كاستي ومالين إن فردو سلقو كي يبان في لأي من داي إن فردو سلقو كي يبان في لأي من داي فادمو إن كوي ديلي وفاني يسوغاني فوضى دمركي عيد عذي روح كاستبا في غي إلغا فوغادا يدالكي لغا فلاغو بي إذن كان فريسان وردى يوفرين فرعون فرحي بها إذن كسيادكو فرح داني فدما إذن مقادي وغين فالحمي عبام فدنا إذن مقادي وغين فالحمي عبام فذا كالد دوين وسمها والله في ديايا فورا ليس متاقي وحال كان ياريه في عنين كفلوس كصدق استبان فودي بليس قلين فوخ باچان نظلو قدي غي في لدهب وين فرصة دا ننكي قران ايان أبد فقيرين في الدنيا والآخرة أذيكو فتحي سعين فلأيو بخيل بان لسين فايديو مالي فرقو قمعها جيف كافورة فالكي سعواي فرقو قمعها جيف كافورة فالكي سعواي أن تحذن أنت سأكون سوق بقبينا يا وأن ما حتسنتهين أن آذي آدنا وأدين السلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله أبوانك إلهي سبحانه وتعالى إلهي هينود دايو إلهي سبحانه وتعالى هوشي سأي إسماعيل مرة ما شاء الله وحوية قبي بود حلا إن شاء الله أن وحان هدا نوية ريا إن شاء الله آذي آد بهذا ما حسنتهين وحن ويريا ان شيخ حسين وان شاء الله كلمه يرينا غير هذا the benefit of action ان شاء الله ادي بعد ما سنتين وحير دغس بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد وبعد اول نرتو حن كعود دارنا ان الشيخ مختار كدوا هادلو اي قدوميه يا اسماعيل مير الشيخ ادنا اي هرسن يها او الشيخ وحي قليين مال عريده ان فلاير كوا حكو قرن saving mothers and babies is saving humanity وحن ربا إنا نسحسوس إنه إسلام كدين تينا أولاً أنت ربي رمتي إنا الشيخ الشيخ مختار بس كوه دقات خير الله سيو إسلامك ومبدأ عمل دبياله It's a action oriented faith دين تان هاي سنو إلهي سبحانه وتعالى إنه الشرفي وحويان action oriented religion ومبدأ عمل دبياله سيدا درتد بإلهي سبحانه وتعالى وحو إسكحري مبدأ أن حنبار سنه إيا عمل ككرة تبمية والعصر إن الإنسان اللي فيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما دام قف مسلمنا أهي أن ضد مسلمين الشاقمة The fact that we believe Allah and His scriptures and His messengers and the day of judgment that should encourage us إن أن نقول ضد action oriented إسلام كتاوي صفات كرسول كينا صلى الله عليه وسلم نمان لسي رحمة للعالمين سراجا منيرا وصفات كترجمية إنو أها الرسول مروى البتاغن وأمدي سلداً قضى عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم إلهي سيدوين سيدا درتد يا سيدو شيخ مقتاش يا غي A believer cannot be a selfish قفك مسلم كمرة من نقوم كرقف علوشي سكالية كفكرة رسوش إلهي صدري أردن صفات كاسي واتي بل أمر كي أهري أوامر تي أهري سي رسول كي نسأل الله عليه وسلم لسيه محايا هيد يا أيها المدثر قم فأنذر كيف ماتشيرو استاق هول باك سوغيسا انغونا وحان هيدد كي كترجمي رسولكنا صلى الله عليه وسلم اذا وحان اس حسوسينا علمدنا اي شيغان
diinta aan xambaarsannahay waa mabda camal daba yaallo. Markaasuu ilaahay wuxuu yidhi dhammaantiin waad khasaarteen ilaa inta mabda ay xambaarsan yihiin oo camal ka ratima mooye oo camilu saalixaad. Barnaamijkan aan caawa isugu nimid ee ah in la daryeelo hooyo iyo ilmaheeda, subxaanallah, qof walbo soo qaxay xero qaxootiga soo maray ama qof walbo mujtamaca soomaalida ka dhashay uma baahna runtii barnaamijkan in looga sheekeeyo. This brings me to my next point. إلهي وحيري فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لبشي باكر تآدمها دي لغو امتحام وسن وحبقى بسنكرين وحويا physiological pain قاجدة فقرية هي psychological pain عبسي دادك يغا سوقا حيو حانوغنا قفكو مركو كفي كريو where will my next meal come from or when will I get shot. قفكو vision ما يلنكرو. إذن إلهي قريش مركوم من الشيخان أيوحو كيري الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. Now that your fear and hunger has been taken care of, إلهي عابدة. وحلينا هي مركة داتك يجا ما أنت ماشن شوغا. We have الحمد لله roof above our head. We have food on our plate. We have cash in our pocket. إلهي مركة وحليه سبحانه وتعالى حصوص نادا. عبسي إيا فقري. فقري وحلنا قون كرا عافي ماد الآن وحبرش الآن. لبذا ما دام إلهي إذا جبت بهذه وحلبحه إلهي عابده. مركز لجهد ليو Western Child Developmental Psychology especially Trust versus Mistrust وحال إذا إلمها هملوين كسرة وهكسنة يوم مركو يري هاي وحوكحرينها إلمها في يقب كيسة خاصة وحيد هذان الدراسات كتل مامان هدي إلمه أوسن هلي نوتشين ونكسن breastfeeding إلمها سي أي كويسو هاسبودا marka waxay yiraahdeen caafimaadka kam himsan wax barashada ilma asma qaba ma waxbu baran kara ma baran karo hooyo ilmaheeda ka walwalaysa ma waxbay baran kartaa maya. Marka waxaan caawa isugu nimid waxa weeyaan aasaaska nolosha waa caafimaad waana ilaahi subhanahu wa ta'ala waxyaabahu rasuulkeena ku amaanay rahmatan lil aalamin rasuulkeena inuu aha mercy on a wheels. Waxaan leenahay marka oon ku soo gabagabeynaya waqtigu waa nagu yar yahay qof walbo xaqan jooga caawa waxa hadis weydiisa why are you here tonight what brought you here. See manihin anagu computer la program gareeyay oo meel iska yimaad tawfiiq ilaahi xaqiisa ka timid yaan xaqan ku nimid ilaahi baa ku doortay ilaahi baa i doortay xaqa inaanu nimaadno waa fursad uu ilaahi ina siiyay. Taas marka waxay keenaysaa su'aasha ah what will be your legacy how will you be remembered said rabta in lagu xusuusto raad noocay aad rabtaa adduunkan inaad uga tagto ma waxaynu rabnaa kaliya inaynu guryo dhisanno oo arrintu sheekh muqtar ka hadliyay ah oon calooshayna ka fikirro mise waxaynu rabnaa raad la mahadiyay inaanu ka tagno ilmaha maanta wilwil jooga ama sida ku qoran flyerka one village at a time waa mashruuc socda tuulo walbana tagi doona muxuu kugu xusuusan doonaa. Waxaa laga yaabaa ilmaha maanta aad caawisay inuu bari noqdo qof caalima oo ummadu ka faa'iido xasanaadkiisu adiga uu ku socdo. Idan maxaynu rabnaa in laynagu xusuusto haddaynu rabno kaliya inaynu guriya dhisanno foogaq dhisanno oo in isugu faano waddankii intaasoo guri aan ku leeyahay ilaahay wuxuu ina xusuusinayaa kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin kariim. Ilaahay wuxuu ina xusuusinayaa ummaday inaga horeeyay oo inaga dhaqaale badnaa oo ilaahay wuxuu leeyahay imisa foogaqay ka tageen imisa daaray ka tageen imisa hanti iyo manziloyin saray ka tageen ummad kala timid oo dhaxashu ilaahay yiri fama bakat alayhim as-samaa wal ard that wasn't a legacy that wasn't a legacy. Idan marka qof walba is weydii caawa meesha iska maadan iman ilaahay ba tawfiiqda ku siiyay meesha ku keenay fursada ma aynu luminayna. Marka waxaan ku soo gabagabeyn aayadu sheekh muqtar ku soo gabagabeeyay oo ah ha antum haulaa'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Here you are tonight and you have all been invited to donate for the sake of Allah. Rizqiga sorsiga uu ka yimaado waa Ilaahay. Ubadkaaga, caafimaadkaaga, horumarkaaga dunida aakhiro Ilaahay bay ku xiran yihiin. Wa huwa Razzaq. Cid kale kuma xidna. Ilaaha dirtiisa marka la soo kaayay yeeray caawa to donate and lend a helping hand. In aanu wax la baxno and that will be a good legacy. Ayadan laakiin waxa daba socda waciid oo ah hadii sharafta aad fahmi weysaan Ilaahay wuxuu yiri waa mid koowaad idinka Ilaahay u baahan sheekh ikaad waan dhameeyay ee Ilaahay idin ma baahna waa mid koowaad oo annaga Ilaahay u baahan ee Ilaahay inoo ma baahna
ومد لباد إلى حيره ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم هداد مقام كان يشرفتن يحفلدن إيه the fact that توفيق ذو إلى هيدا سيء أتشرفي ويسان أتقاذن ويسان أمت كلائما وفهميس وكفى إذا سنيس ثم لا يكون أمثالكم and they will never be like you إذن كو كلمة نقن دونان داد وحي نقن دونان فهمة راد كاي كتغيان إيه مقام كاي لا يضحي الليغسي كاي كتغيان إلهي سبحانه وتعالى وحن ويدي سنينا إنو توفيق ذنا وافجيو وجزاكم الله خير وصلى الله على سيدنا ما شاء الله شيخ خرسيد إن شاء الله إن آدي أدب مهدسين يهي إن وعدي قيمة قلقة إن شاء الله ينوزو جيدي ملتي لانجويج كآدي أدب مهدسين يهي إن هذا وحين نقول قلينا إن مشروع يعافمات يقيبه سكرة دون إن شاء الله وحين لو شوكتا دكتور نصراء أحمد إن شاء الله أو إم دي أه وآتقانا ضبطنا أيوتاقين أما مركي هوري شوكو شرتي أرشن كاركا كويا هلا إن استيلسر يا تشاين ايجل كا حدنا لا شقيسا ان جروب كلي يهدو ان محمود حاشيو دكتور نصر كوسو دوو ان شاء الله او نوغه شيكيسا عافيمادك مهمديس ان شاء الله كلمه ينا تيرا هدا اد بكوسو دوو نصر دوو نصر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اد با مهدسنتين ددك ايغو مرتقاداي magaalada wax badan aan deganahay dad badan ma aqaan in meel ma tago fundraising this is first time I'm talking about fundraising and the reason I'm doing sawfta ansaf samaynay regaraal ahada in ka soo Soomaali waxaan u weyn ka imaaday hadan English ka las kaga bartay sawfta maanta fundraising kan ina oo imaaday ugu kaliftay waa wax caafimaad ku saabsan waxaan aaminsanahay ina waajib saaran yahay inaan ka hadlo maadaama waxaan bartay iyo waxaan ku shaqeeyay ay tahay waqtiga oo nagu yar darteed siiba gabdhaha iyo wiilasha haasiska qaba oo ilmahooda halkaan loogu dhalay waxay garan kara markay haaskiina u riyeelato ama gabdhaha u riyeeshaan bil kasta ala la socda amaan kasta bisha ugu dambeysana laba week mar isbitaalka epidural la siiyo xanuun ma dareemaan marka waxa ogaateen anaga inteena inta badan wixii Soomaali lagu dhalay dibkina laga soo maray qaar badan hooyadeey kamid tahay baadiya lagu dhalay iyo geed hoostiis marka dibkina laga soo maray haddana uu caafimaad jirin meesha ee hadda gabdhahaana khayr Allah siiyo ee ka wadaan caafimaadku yar yahay waqti badan uu san jirin marka meeshaan hadii dadkii lacag haysta Soomaaliya ama kansar lagu sheego India iyo meelo iyo waxba la aada wixii wax haystaba laakiin markay hooyada ee foolaneyso ama intay uur kaleedahay ama markay dhasho kadib ama ilmaha intuu yar yahay waxaa jira cudurro badan oo si fudud loogu hortagi karo ilaahay kasoko ilaahay markii lagu aadiyo kadib waxna ina ilaahay ka koor marina ma aha laakiin ilaahay kadib markii uu nagu aadiyo ina cudurada dabaysha talaalo fudud sir yar loogu hortagi karo halka markaan barano aniga hadda imtixaan board 10 sano mar imtixaan galna aan hadda diyaariya waqti uma heen laakiin ilaahay dirtiisa uu iimaanay alxamdulillah laakiin waxaan kasi ogaanay maadaama isaas tahay cuduradii wiilina wiil kasi cabanayaan westernka dadka ah hooyoyin iyo ilmaha maxay u dhintaan perinatal mortality morbidity iyo mortality ilmaha sanadka ugu horeeya see ku yareyn karnaa anaga laakiin wadankeenay waxyaabaha basicada ma haysano dabaysha koow ka tahay koleerada koow ka tahay iyo cusubada iyo biyaha education ka maamoyinka iyo dadka kale xataa oo xoogaa yar garanaya oral hydration ka caadiga see ugu sameyn karnaa blood pressure ka kaliya waxyaabaha ugu fudud waa inta hooyada uurka leedahay ama urine dip stick qali ma ahan marka hadaa intaan isku tagno waxyaabaha basicada intaan isku aruurino aan sameeyno walaalaheena waxaan ka codsanaynaa maaragtay midaan hadda la sameeynaayo dadkan walaalaheen ah inaysan noqon mid markii aan isugu imaanay inay mid joogto ah ay noqoto intii awoodeena aan bixino aan ka hortay karno waxyaabaha muhiimka ah qaliinka iyo waxas kasoo waxa ah waxa la hyperclemsia ma dhig karka marka hooyada ku dhacdo ilmihi iyo dhig baxayso ay isku dhimanayaan fool raacashada way ku badan tahay wadanka especially umush isku raacato especially hadaan haysanin basic care ka ugu fudud aan sameyn karno oo ah dhig karka iyo kaadida iyo dhig hortigida iyo marka waxa muhiim ah sida walaalkeena noo sheegay gobolkaas dad magaalooyin badan soo hoostagaan intii tabarteena inaan dadaalno oo ayagana wixii feedback ahayna siiyo constant fundraising ee noqoto intii tabarteena u dirna ayagana nasiyaan background-ka marka hadalkayga intaas ku soo koobaya waa mahadsantiin ma sha Allah aad iyo aad u mahadsantahay doktor Nasra Ahmed
إن شاء الله رونا هانتي وحينو شاكتي مهمة دعافة مادكا إيو دباتة دا هاي ستا هو يدا الصومالية دا كود دالايسا أما كو ريسان سبادية يميهيغا وحار لوران كرا وارين آدي آد أمروغحن مركا قوف كو صورتو هو يساقال بلودا أو آن دختر هايسان أو آن نيرس هايسان أو آن قوف محاكورا دا عبيري كرا إنتا ترم ستاكتو دو يهي آنو تشوغن إن شاء الله سبحانه وتعالى إلهي أرين تاس هاي نو سهلو هو يدا الصومالية أن إلهي لبتها كسارو المشروع عن مشروع لم يدا ولقيه الجلية قبل بدن وقبل الصومالية وحين لا تشوك تاد يا غم محمد سياد أو أكتو ولا السميسي مشروع عن أي نوع وتفردينه مشروع لم يدا أو سكسيسفول النقضي أو هنا هانتي أي كبد بعدي نف بدن إلهي أمرك سبحانه وتعالى وحين كسر دوين يا ميكروفون كا نسر محمد محمد يا غم محمد سياد أو نوجور بحسا بل مشروع عادي سيدا وهر جري وح لقب صري يا وح إنه باهنا إنه المشروع عن كسر منه دقيقة محمد زياد إكس بريسيدنت جيرل كم إن شاء الله تدا ستيج ما شاء الله السلام عليكم قرت آدي هذا يا دم هاد سنتين حن دين كجمع هاد علينا إن أنا وكل الله مجع الفوسية نصرة كسوقيب قال كأننا قال سوقيب كشانه عا وحفلة دان وحن كم إذا هقدي قبنا قابضة مرك آد بدون هاد سنتين هل كان قد ببضن لسمس وتاجن وقت جو يري هاي كلية وحن ونسوس وتاجينا إدين شغو نصرة يو فوزية وحي مرهايان جدك ناقي قطحها لها ونسو مرنا دور سنة كورشان سنة مركا جدكو واد دير يهي شقدونا وابضان تهي ما اها وح المالين ايو وقت يرلو السمين كرو ووح اوباهان دبر اضيق ووح اوباهان سمير بضان ووح اوباهان اناد مالين والبقو تاقناتو قوف كرابا كو ان وح كسينين كوين بضانو نيادة كادلة هوين باتايس كفريسو ان وحان مقابن كرتد وحيابا بضان باد اركيسا مركب فوزية ايو نصرو وحان لايه هاي هكا دالينا هكا عاجسينا don't give up ميل بادك غاريسان ان شاء الله ان اسبيتالكا انغو ان دسني جالسياد فوزيه يو وحان كغه نصيب بدنهي اسبيتالكو و دسنا سرتو وي دسنيد وحان سمينيد ديعتر يا دمهستر ايغا لكن شقادود وا نغا بدنتهي وا حداي بلاب هيان وا ميل حد الاساس هايو شقادو وي كبدنيسا لعقتو وي كبدنيسا وح ولبا وا كبدن هيان marka en nasro ye group keda fawziye meeshan magaaladan columbus oo inagu soo ziyarteen waa ku soo dhaweynaya iyagana en hadda columbus waxa lagu yaqaan gacan furan waxa lagu yaqaan soo dhaweyn en waan ka tilmaamannaan u maleynaya ee gobolada kale ee mareekan marka waxaan filayaa caawo inaan u hagar bixi doono en gabdhahaas nooga yimid magaalada kale oo caawa halkan ku soo dhaweeyneyno en dadka magaaladan degan waa u sheega qof walba oo narko waxaan dhana waa magaalo gacan furan horta dadka degan iyo dadka waxbasada Ilaahay khayr ha u saaro en maxaan ku raadaa business kooda caruurtooda Ilaahay khayr iyo ajrada ka si ajra ka siyo en maxaan ku raadaa sadaqaday baxsadaan marka caawa nasro iyo fowseeyaan dirin ayagoo naga calool xun waa inaan caawa ayagoo faraxsan dirna marka aad iyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin intaan ku soo gabagabeynahay en ma sha Allah deeqa maxamed siyaad in sha Allah and motivation ka ay samaysay iyo warbixinta ayna siisay insha Allah waqtiga oo inagu yara awgiis en waxaan kelmad daqiiqada siinayaa laba daqiiqo en Adeer Xasan Haaji Cilmi insha Allah oo wayaasha magaalada kamid ah
oo kelmad baraarujin insha Allah intan sheekhaadan aan u dhiibin insha Allah aan ku aan siinaya xasaasad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hal kelmad gabdhaha oranaya, hal kelmadna deeqdan oranaya, hal kelmadna dhibaatada taagan baan oranaya, waa kelmad kelmad waqti uu ina kala maro maaha gabdhaha mid baan oranaya oo inan ba xask oday ba xaski ka fooshay habeenka oo dhan buu soo jeeday xogad nur habeenka way raajiyaan goor waa soo dhawaadkii ah buu makhaayad u dhow siri u shaah doono ku soo noqon intay ka foolareyso makhaayad uu shaah kacbay buu arkay inay yar u dhalay halka ka soo ordaya kaas warbilad muxuu la soo socdaa talo rag badanna waa fadhiyaan kaas waa ilmo yar oo dees wax qaris ma yaqaan aabow hooyo waa dhashay kaas maxay dhashay kaas uu gabadh alxamdulillah mar baan goblo mi lahaa buu yidhi horta gabdhuhu waa taasoo gabdhuhu maanta maqaamkaasiina ka joogaan waxba faahfaahin maayo inteenna ayaa keena inteenna ayaa dhalay inteenna ayaa lacag bixiya waxba xaggaa geli maayaan arrinta labaad waxa weynaku magaalo joognaa berigii burbur ku dhacay baa gabadh uun iska cidda oo nin garanaya reerka baa foolatay aada bay u raagtay marba nin baa yimaad war welima war belaayad qaar baa maraaniyada gashaday uma yimaddii hore isaga siyarehe hadday intaasoo rafanayso ahay mar dambe ley way dhashay maxay dhashay inan cabaarka bacd baa ley war mid kaley dhashay misna oqoon la-aantaan ka hadlaya hadday dhibaatada dalkii ka taagan markaasaan alxamdulillah mar hadday laba dhashay dhibaatadii aynu marnay alayna waa ka kaaftoonay mid saddexaad baa soo dhacday oo sayaro meel dambe mara ku lamaanaa annagoo farcaddi laaci gaarnay baa mid dambeeyimay mid ba hadeer baxay aniyaa mid baa dhintay war labadeeda ilaahay u daay mid kalaa raacay waa oqoon la-aanta gabadhaas inay saddex sido inay laba sido maxay la dhibtoonaysay horta dhibaatada taagan oon aada u sii faahfaahinayn waa taa anagaas xitaa mii mid ku foolanaysa irbad ku mudi hadda dhakhtarna weliga may gabdhaha dhakhtarad way qabsanin emergency landing bay ahaydee xagga waxbixinta xoogaa dadku mid sheekh aadan iyo culimmadu ku celcelisaa jirta oo ah haddaad waxbixiso waad helaysaa aad dadku marka hore waa shakiyatan oo ma helaysaa laakiin hal qisaa dhacday nin dhallinyaro abaa xoogaa intuu masaajid imu arkay qolo culimaa aada u beer xaduuraysa waad helaysaan bakaraada khayr insha allah ifiya akhirabakan wuxuu haysay 500 oo karoon magaalo arkaymo karoon laga isticmaalo anan wuxuu wixii ka dhacay laa dhacday 500 buu bixiyey quraarad caanaa buuna gurigii ku ogaa markuu tegayba horta quraaradii cabbay waa dhay gaajana waa haysa xoogaa calooshii shuban baa bilaabmay inankii isagoo yaaban oon wartiina kaa baxday caaniina dhammaaday shubanna waa bilaan see waxyiin baa mid ku soo garaacay waa iska sii yar luudada wuu ka furay war waa kun war waa aniga iga fur wuu ka furay markaasu nabad miyaha war waa yar xanuunsanaya markaasu war inaan waxaan u kala garanay oo degdegsanahay taxi riteenkii waa ii soo dhacay kunkaas baan kuu dhaafee qaado waa rumaysan waaye waa tiishii ku sheegay ma ogtahay casarkii dambe masaajidkii ku tukaday culimmadii oo weli wax sheegaysa markaasuu kacay wuxuu war yaa dhaheen war arrinaa wax uga joogay baan idiin sheegaya war culimmada lacagta siiya war asarinta ku tabaruc markaasaa le waayo wuxuu yidhi de saasaa shalaygu dhacday ka udhe laakiin bixinta xoogaa yaroo shubana baa ka horreeya u adkaysta marka haddaba innakana waxaan inoodhan lahaa bixinta xoogaa yaro adayga iyo shubana baa ka horreysay u adkaystoo bixiya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maasha allah xasan xaaji cilmi aada iyo aada buu mahadsan yahay xasan xaaji cilmi insha allah waa nin xikmad badan sheeko macaan insha allah waxaynu hadda gudagelaynaa gabagabadii iyo gunaanadkii xafladda waxaan u yeerayaa haybe cabdi insha allah oo ku soo dhaweeya gabdhaha saddexda ah maxaan ku irahdaa nasre maxamed mire fuusiya axmed xaaji dirir iyo kinsi balbalaarshe baraare insha allah si inoogu soo dhaweeyay stageka si ay u yimaadaan oo inooga sheekeeyaan muhiimadda iyo qaabka ay u galeen iyo hawsha siday u soconayso haybe ku soo dhawo walaal hadda ninkana waa reer boqora waa reer axmed taajir insha allah marka ciddaan aqoon waxa weye haybe cabdi axmed taajir baa la yidhaahdaa waa boqor cismaan walaalkiisaa dhalay bismillah wasalaamantihiin reer colombos aada baan idinku mahad celinaynaa ilaa markaan nimi maxaa idiin macaan iyo maxaa idiin kharaar iyo xaggee idin geynaa iyo xaggee idin dhignaa baan ku jiray aada baa idinku mahad celinaynaa arrintan aan isugu nimi mashruucan anigu waa la noolahay
أبينكينا والله سحرة يهذا الله قشيا كينا صبح حين واقص وقعة يهذا اللي هي هبلاء وحكي أنت هبلاء وحقبتي هبل بايري هبل باب ملك صرح دتك هوشان كجيرة يو مشروع عن activities كيسة أنا جا vocabulary جايو كم النقطة مركا مثلاً قبلنا أرنتان كدلت هي مريم بالي رهذا يا ذا يدين فاهين دونا أنا جانا أيه يدي بام مريم لورين شري قبلي جاي رايد أو ظروف عينك أسود مثلاً مريم بالورين شري قبلنا إذا يرن مريم بالي رهذا تاسو حينكو حريرين يسابوا كونسرنسي قاس أن ليا بنا هي سيسوء أدي مريم أم عيسى عليه السلام أو مركي أي فولن أي سي إلهي جاي أسخر دائن أي فولته وأيو مريم معجزة إلهي معجزة يا حيد لين كما تسين نسب كذا يمشي كتمي لين كما تسين قروح ده هذا يضد نماذ هذا يوحي أتاجنت هاي معجزة مريم وح لين كما تسين من خلال المخاض فول بالي ركتوس إياه أو فول ليس إلما أن أبلهين لكن مريم إلا ذا كفولتي كان إله بكجرت إله بالله هذي إله بالله مريم أي هم رجون مريم أي هم رجون لا تحزني فقد جعل ربك تحتك سريا برواغو يبيان ردن عاقا ركني وغري عينا حسل أو أمرقون لكن مريم تانا ينعاوك أهل لينو يدو معجزة لينو كتزماء يوالينو كو انتحامي إذا ستاست وحالة لي هاي تلو تاستيقا مباسي دونان كبرد الصوماليات مركا يقوريا لطولي بحد دائرت اللي قورسة ده أفر probability بايس دين عيال probability أكواد وحويه إن إلهي كلاكينو عادو ودشو تنلبادنا وحويه إن إلما فوش عسكو دين تأهدشو ميدا تنصدحادنا وحويه إن إلمه ودشو لكن هو يدير ديك بح يأمو راعو ديمتو تن أفرادنا وحويه إن لبادو بإسكو دينتان وأنا متى أي لكل من قبدهن سفر كأي سوم مريين قبر سايسو ديمتاي أرنتان إنكا قنتتي مشروعاني كسب اسمي فكرة ديسو ساسي آهد إياغان إذن فاحفاهن تونا مركا أنا كود ديران مايو وحان كسو دوين يا مكرفونكا نصرا iyo Fawziya ku soo dhaweynaya Fawziya oo dhigayga kale qaybteeda kale iyo Nasra oo saaxiibteeda oo hawshan qayb libaax ka qaadatay soo dhaweyn Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aan marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo caawad halkan isugu keenay intaas oo ummad Soomaaliyeed oo isugu yimid hal inay caawiyaan dadka ummadooda Soomaaliyeed ee ka dambeysa waxaan mahad u celinayaa gudigii soo qaban qaabiyay kulankan dadkii tigidada soo iibiyay dadkii isku dayay in intaas oo qof caawo meesha isugu yimaadaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan u mahad celinayaa culimaadiinka ka hadlay iyo kuwa ka hadli doonaba aad iyo aad baad u mahadsantihiin speakerada iyo kale aad baad u mahadsantihiin waxaan kala mahad ballaaran u celinayaa family-keyga oo ugu horeeyay heebe oo laanti sirqadan ayna badana suurtagal noqon lahayn hanu maleeynaa maxayhiin dowladogtiin oo hal reer waxaan meel u wada jeedin waxa ma soconayaan marka thank you very much waxaan rabaa inaan ka hadlo wax yar waxaan ugu kalifay shaqadan iyo waxaan soo aragnay 2012-kii waxaan tagay waddankeena markii labaad aan tagayay
2006 2012 markaan tagay subax anaga ka soo baxnay magaalada Laascaanood oo u socona garoowe si aan diyaarad uga soo raacno Boosaaso markaanu 45 minutes nooga dhimantay mise 20 minutes nooga dhimantay waqti gaaban nooga dhimin aan garoowe gaarno ayaan waxaan dhinaca midigta ka aragnay nin iyo naag aad gacanta u taagaya in loo joogsado marka ninkii darawalka ahaa iyo ninkii maxay ahaayeen dadkii shaarnaa meesha wuxuu yiraahdeen kama banaana meel waan iska soconaynaa laakiin markaan xogaa aan hadalkii isku celinay dadka bariganka imaaday waa calool jilisan yihiin waxa markaan ku kaftanay way istaageen markii ay halka istaag gaari istaagey ayaa waxa nagu soo orday si degdeg ah nagu soo orday ninkii markuu ninkii nagu soo orday baa ninkii wuxuu yiri haaskaygi oo aan ka soo qaaday magaalo 4 saac ka sii sheysay Laascaanood ayaa jidka ayaa dhamaatay dhowr saacadood ka hor imnala aasiisan degdeg baan u gaari ugu soo wadagan intayadii oo dhan halkaas uu gacanta ku taago yiri wata halkaas meedki yaalo markaanu sidaa u eegnay meedki mar yar oo cas oo meesha taal mooyane qofba halka ayaa isma dhahaysid waan soo degnay ninkii baan waxaan u suggestay gareynay meedka ma loo qaado maxay haytay wadankii gabadha magaceed hadal baan isla galay ninku wuxuu yiri markuu horeysa gurigeeyay 8 saacadood buu halkan u jiraa gaari gaarigan waa jaban yahay halkan ayaa ugu haboon in lagu duugo dee kale meedkan lagu qurmaya ninkii iyo darawalkii waxay aadeen tuuladii noogu dhaweyd bay aadeen in ay ka soo kaxeeyaan dad kale oo la duuga aan maxay ahayd meedka intii gabadhii ay intay maqnaayeen ayaan islaantii u nimatay islaantii markaan u nimay waxaan dhahnay gabadha magaceed gabadha waxay tiri waxaal dhahaa Maryan waxay jirtaa 19 sano jirtaa waxay ka tagtay cunug yar 19 bilood jira markasta aan sheekada ka sheekeynayo sawirkii Maryan way hor yimaada ina hadda arkay oo kale ila tahay islaantii waxaan u dhaqaaqnay dhinaci meedkan u dhaqaaqnay waan u soo dhawaanay korkeedan soo istaagnay ilmo yar baad moodaa oo aad u soo dhibtooday oo aad u soo xanuunsaday gabadha intaan fiirinayay meedkeeda waxa madaxayga ku jiray kaliya talo ilaa markii laga soo qaaday magaalada ay magaceeda sheegeen xanuun inteebay martay maxay maxaa maskaxdeedu ku jiray hooyadeed oo la socotay maxay dareemaysay intaas oo dhan waxa kale oo madaxay ku soo noqnoqonayay markii ay dhimanaysay minutkii ay dhimanaysay gabadhaasi intee Maryan oo kale ayaa wadanka Soomaalida markaa dhimanayay because ma aha wax u go'an ma aha Laascaanood iyo garow dhexdiisa waa wax wadanka Soomaalida dhan ka tirsan weeyaan talo intaas Maryan baa saacadan dhimanaya talo inta isku hadda dhimanaya maxay dareemayaan xanuunkay dareemayaan maxay tahay madaxayga intaas ku soo wareegay intay maqnaayeen markay soo noqdeen gabadhii waa la duugay ninkii iyo muxuu ahaa iyo islaantii iyo labadooda 4 qof bay ahaayeen markay imanayeen wax yar baan ilaaway markii ay nagu yir wuu dhintay markay nagu dhaheen gabadhu way dhimatay gabadhna la socoto neersa jirtay waxay verify gareysay gabadhu inay dhimatay waxay kala verify gareysay in cunug caloosha ku jira nool yahay that time because intii wali mu dhimanin waxa la duugay gabadhii oo meedki cunugii markaas uu dhintay markii la duugay wuu dhinsanaa hooyadii iyo ninkeedii oo labada qof ee dadka ugu jecel markay gabadh uu leedahay waxay ku noqdeen iyagoo laba kaliya ay wadanka ay ku noqdeen tuuladii ka yimaadeen iyo gaaridooda la tageen ilaa intay ka dhaqaaqeen waxaan u eegaynay bal ma tagi doonaan maxay sameyn doonaan way tageen anaguna meesha waa ka tagnay laba goor oo ka dambeeyay aan maray Laascaanood aan maray jidkeeda labada goorba meesha waa istaagay waan aqaanaa meesha intay tuulada u jirtay waan aqaanaa marka hadaba su'aasha meesha taalo waxa weeye xanuunka Maryan qabtay in anuu ma garan karayo maskaxdeedu waxa ku jira laakiin waxaan qiyaasayaa she felt so much pain waxayna dareentay helpless inayna wax caawimo haysan hooyadeed gabadheedii oo horteeda joogta oo qalal qabtay horteeda ku nimatay wax caawimo uma geysan karin waxaasoo dhan ma aha wax weyn oo la qaban karin waxa weeye
حد بس عاش ماشي سالو حوي محي مريان ودي متى جريدة هذا محاك يعني محا سببها وحوي جريدة هذا وح مريان وسببها صدح دلي مرك يدعان أو دوم مرك كود عان جريدة ويكوت مادة دلي جو جهر رأي كود عو حوي ودلي أو كانوا إنه هو يدي قرنين إنه ريسك كتشرتو إنه شن معلومات فعلته ريسك قام قرن كرتو because ayad ba shambulad shambulad shambari fallin jirtay marka dumana ama dhiman jirtay ama dhunaa jirtay oo mulraac ba la yiraahdaa magacaas marka la sheegay wax fudud buu yeegay mulraac maxay ahayd taa waa delay ugu horeeyay weeye delay ga labaad waxa weeye hadii shambari ay foolato hooyadii oo ay garato in ay risk ku jirto waxa imanaya financially kan ma awoodna financially hooyada way foolatay financially ma awoodna aan ku qaadno gabadhan ku geyno ama Hargeysa ama Garoowe ama Gaalkacyo ku geyno ma leedahay ama haday gobolada kale Soomaali joogto inaan xamar ku geyno inaan meel kale ku geyno ma awoodna waa dhileyga labaad oo isna khatarta keera ka saddexaad waxa weey transportation ka anuu habeen tuulo aan saaxdi habeenka dhaw waxaan fiirinayay gaari kan ku soconay ma mid kale magaalada ma oolin habeenka haday gabadh foolan leed anaga qaadi lahayn laakiin habeenka haday gabadh ku foolato magaalada qof qaadi laha ma joogo transportation waa delay was transportation ka saddexaad weeye kan afraad waxa weeye markii hooyadii la soo qaado uurka lahayd baa waxa la keenaya xarun caafimaad oo waxba oolin ta ugu badan oo 56% ay ku dhintaan dumarku waxa weeye waata ay markii yimaadaan xarunta caafimaadka taas waxa weeye hooyadii waxay soo safraysay intaas oo dhan meesha ay timan way badbaadin kari weydi sida aad ogtihiin UNICEF waxay sameysay statistics iyo number ay sameysay statistics ay numberda ay sameysay waxa weeye waxa markuu waraysa waxa dumarka ay ku dhimanayaan 89% to 99% waxa lagu badbaadin kara hadii 4 arimooda dhileyga aha refers lagu sameeyo oo hooyadii markay foolato shan cisho ay meesheedii joogto ay meesha ay ku foolanayso meel aan ka fogeyn ay u taala xarunta caafimaadka xarunta caafimaadkuna ay badbaadin karto marka intii marka la refers gareeyo hooyadii waxay ku badbaadi kartaa intaas oo meelood taasna waxa weeye waxa laga bixi karaa kaliya in loo sameeyo dadkii loo sameeyo xarun caafimaad ay ku umulaan waa waxa kaliya loo baahan yahay wax ka muhiimsan qofku inuu markuu foosho uu heli karayo meel uu ku heli karo meel uu ku umuli karayo marka walaalayaal caawa waxaan idin ku nimid ansarkii meeshaas gabadhii hooyada ahayd ee Soomaaliyeed markii ay foosho badiso markii ay foolato inay within community ay ku umusho markii community-gu ay leedahay xarun caafimaad dadku waxay ka helayaan shaqo shaqay ka helayaan waxay ka helayaan dadka inay tuulooyinkooda iyo magaalooyinkooda ka guurin oo barakac ku dhicin because hooyadu marka intay ka tagto tuulo ay magaalo weyn tagto waxaa laga yaabaa reerka intii kale inay meesha iska sii joogto xataa faqiira ku ahaate marka waxaa muhiim oo muhiim aan aad iyo aad u muhiima in ay noqoto in hooyada Soomaaliyeed meel ay ku musho loo sameeyo meel walba ay tahay marka walaalayaal waxaan idinku codsanaynaa caawa aniga oo Nasra ku wareejin doona mikrofoonka an organization kay ka hadli doonta shaqadana board memberkii ugu horeeyay aan wada bilaabnay aanahay waxa idin ka codsanaynaa caawa qof kasto halkan jooga qof walba oo Soomaali ah halkan jooga in uu nagu tarasti gareeyo waxa la wuxuu bixin karo waliba isagoo isku dayaya maximum wuxuu bixin karayo because waxaan ognahay in aan Ilaahay ka baryeyno in aan caafimaad aan wadankii ku tagno anagu wadankii anaga tageyna anaga cagahay ku tageen anaka dhiseyna cid aan lacagta halkan uga direyno aan u wakiilayno ma jirto because dad aan anaga ayaa doonay gacanta inaan ku dhisno marka walaalayaal waxaan idin ku codsanayna caawa qof kasto idin kamida inaad dareentaan adigoo hooyo ah adigoo aabba ah just imagine adiga ilmahaagi ama xaaskaagi oo safar gareynaya oo aan waxba ka qaban karin bal qof walba intuu hal minute hal second isha isku qabto kala qaad indhaha oo waxa tiraahdaa sidoo egtahay because ma garanayno anaga intaan halkan joognaa privilege waxaan u dhal ku helnay inaan ilmaheena halkan ku dhalno ilmaheena halkan ku herno from the day la ogaado hooyadeen uu leedahay ilaa 9 bilood lala socdo laakiin waxaan rabaa qof kasta caawa wallahi waa idin ka codsanaya qof kasta intaad isha second isku qabatid just imagine your love wife your sister your daughter oo foolanaysa oo saas u eegaysid
There's nothing you can do. إلهي بدو بريسة. Of course إلهي دعس ووحف عنوي. لكن إلهي سجن سيء تعلنت يداودي وح سجن سيء. مرك بالقف كاستهل مر إيش سهي رهذا يرهذا. والله nightmare بد موديسة. أنا ومرك أنا سكود هي nightmare بيجو نقطة. وحال it's just like a nightmare. You open your eyes وحط أي سنة. قبر وحال إلا بلا تنشر. قبر ده سجل تبي تشر بهد. بالقبر ده إلا بلا تنشر كافعلمه. All fallen is on who is that? On sit out egg, on nothing I can do. Wah al Huma Logal in Nagana Kakadikan, in Tena had the hour name, Wahan Sababun Konkarna, in Harunta la Bilabo August, in Latna Mayo, August 2000 Kadambe, Marco Lalio Hanko Osana of Casta, or Halkaimi, Midweir, Midwain, Rag Yodumer, Offal Beno Kakabgant, Watali Rado, State of Ohio, was swing and state. وقفكان قفكينا دور مدحوينا ما نقضه هذا إذن كان نوع سنة كان إذن كان نوع إذن كان نوع نقوله إنا شقذن بلعبة أغسطس وحيكون أنت هاي بتشت كان قصمين إنا نكون هلا ضد كي جودي جاي كور هيان أنت عشان كسر جبيني الناس رانو ديبيا وحن مركلي عن رواينا عنده جودي جدت كل السماء سكر يعني هو مدعلنا ولي بضد ك وحن سكر هو مدعلنا يا عن شاي ويكن قنينين and case sahara aadan cali dig waxa way dadku markay back yihiin oo wada ordaan laba qof ama saddex qof ba horeeya saddexda labada qof ee ka horeeyay back yibay noqdeen marka aad iyo aad baa idinku mahadcelinaya dhamaantiin thank you all kulligeen waa mahadsantihiin waxaan ku soo wareejinayaa Nasra Maxamed Mire Assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh dhamaan waa idin wara salaamay hadalkii waa la dhameeyay muddo badan waa la hadlayay inta badan nafoosiyaba hadda sheegtay waxaan idin dulmarayaa sirii urarkan markii aanu isu nimid ee ay foosiya Soomaaliya ka soo noqotay qofkii ugu horeeyay ee ay soo wacday baan ahaa muddo aad u badan waan isnaqaan foosiya marka sheekada way ii sheegtay waxayna tiri maxaynu ka qaban karnaa xarumaha caafimaadka ama dhaqtarro inaynu isku dayno inaynu sameyn karno marka waxay iska ahaydoon in maaragtay hii uun bay iska ahaydo wax de maaragtay aan marka gacanta ku hayne ma jirin in nan barafid ka ayaa la sameeyay waa 2015 ka ayaa bilahi ugu dambeeyay waxa laga wuxuu labada xarunta koowaad ee ofiska ugu weyn wuxuu ka dhisan yahay Las Anod and USN waa kanoo anaka joogna waa ka dhisan yahay United Arab Emirates no waxa joogta Kinsey Barashe oo iyaduna halka ka wada shaqada en wax weeyaan waxa uu aanu ku talagalay oo ama missionkaygu uu ahaa laba uu wax in la dhiso xarumo lagu daryeelo en caafimaadka dumarku markay umulayaan markay ilmaha sidaan iyo markay ilmaha dhalaan en iyo dhaawacyada fudfudud ee area dadka degan ama community u dhow lagu daweyn karo en waxa kale oo la rabaa in lagu ururiyo khibra ee lagu ururiyo in marka cudurada faafa sida jareecada sida ee maxay tola shubanka en in la ururiyo oo wixii wax ka qaban kara ma adoon weynaha lagu la xiriiro si gargaar degdeg ah loogu fidiyo en marka waxaan kale oo goal weyn vision weyn oo kala aanu sameeyno oo ah xarumaha marka aanu halka ka dhisno inaan umada Soomaaliyeed oo dhan en ma aha dadka kaliya gobolada degan in la weydiiyo en wixii caawimaha ay la isku darsan karo meel walba oo Soomaaliyeedna iyo umad ka soo Soomaaliyeedna la wada gaarsiiyo warka lana wada dhisto en hadda ila intii shaqada aanu bilownay waa shaqo u baahan in 7 maalmood ba laga shaqeeyo en intii hadda committee-ga aanu sameeynay aanu magaaladan waa markii labaad aanu nimaadno en way garanayaan in namadii iyo gabdhihii nala shaqeynayay shaqadu sare u socoto habeen walba ilaa 12:00 marka ay la soo tukado cishaha ayaa la isu imaanayay ilaa 2 saacadood ayaan oo time-kayaga ayaan ku bixineynay en si marka ma aha waxaan arinta idinku sheegay arin ma aha fudud waa arin aad u culus weeyaan talabaad waxa weeyaan lacagta aan ururino anakay culays nagu tahay umada Soomaaliyeedna waliba dadka degan gobolada SSC lacag aad u badan baa dad laga ururiyay marka waxaan horta idin ka balan qaadaynaa lacagtaas inaynu ama aanu dib idin ku soo celino ama wax muuqda lagu qabto en taana aad baad ugu mahadsantihiin marka waxa weeye lacagta aanu soo faar qabanay ama aanu ururinay waxaanu ka dhignay fundraising waxaanu ka sameeynay Virginia
جورجيا أتلانتا جورجيا هي مينيسورا صدح ده ميلودنا وحنا كقبلنا بقول يتضبط كنا دولار العقدة أنو كقياسنا إنه كوب حيث جوابها عافية ما تكون هو أفر بقوله مير أفر بقوله كن مجالة أورباجيس هي مجالة وريود والله برا أسبتال قد يسيو إن مركب حلو يدين كبعهن هاي إن وحي أنو كوردين كرتان والله إن الله حلا إن محو هاي تو وحن كل الدنيا إنه ولبا إن كحدلا إن وحيابها كلا وحن كل الدنيا إنه كحدلا إن محو هاي تو لمركي أي فوسيا يو أي تجين يكين سأنا جمعان تجين قاب تاني دي تبرن صورريان مقالو إنك يتولو إنك إن مرتو كيا الأريا ده إن محق قابها لغو دارتي قابها وحلقو دارتي إن وق لبق قابا ده برتم كيا له أو ضد بدني أما هرمي بدني كفاية دي سكران أما تولوين بدن له علل له أو علل كدوله ودوين بدن أو صو قال له سر مقالة أورباجيس ومقالة برتماء إن علل بدني علل له علك أورباجيس له إن ودوين بدن أو صو قال تولوين بدن أو صو قال سر أي علقو دارتي مقالوين كا إن وحنو كلا أو كتلة كنا ده هدي إنه معرفتي أذبان فيش جي قوي هي أما ده أما أنا وحنو دوري ناين أنا إنا نقابنا إن وحي كلا وحال صو أوروري MC أشياء ده أما قلال كا لقدر السماء لها بدنا إنتو قف لسه ليده هدو لقيس لقتها جو هدو ندي أما قفز كذا شقيستو إن وحي الآن إن لقلبي يكوا ستولا كستاوا مركوه رأيمرجنسي كده حلك هتولا ده مركوه رالجو قبت مركوه حلق قبنا وعينا نختارك كان لك يعني marka in de intaas ay aniga warkaygu ku dhanyahay caawa dhamaana wad wada mahadsan tihiin in de insha Allah waxay ino bilaabanayaan fundraisingkii in aad iyo aad baan intii maaragtay aan arintan ku dhex jiray aan ugu guuleysanay in cid kasta oo aanu la hadalo ay arintan la qaataan sababtoo ah waa dadkeen waa dad wanaagsan oo saqiyeen waliba ah wad wada mahadsan tihiin insha Allah way ino hagaagi doonta waatu heeba sheego yiri en maryan en national sheekti organization waxa la sameeyay 2015 ki en markii maryan anigu aan meedkeeda kor taagna oo saas u eegayay waxa kaliya oo aan markaad aragtid sheekhan uu sheegay en horseed markii aad la kulantid dib ama aad aragtid wax taagan aad aragtid waxa muhiim ah qofkii inuu action qaado intaad iska arto tir ilaha uu naxristo waa ka xumahay waxa weey anigu markii aan meedka kor taagna maryan oo saa u eegay anigoo garanaynin anoo markaa ku tishanayna maryan nasar aan xusuusnayn iyo kis xusuusnayn halka anigu anigu taagan ayaan go'aan waxaan gaaray arintan maanta ku dhacday gabadhan oo kale inaan ku dadaalo sidee kuwa kale maryan ugu dhici lahayn go'aankaas organization lagu sameeynaayo jidkaas baan jidkaas go'aankaas ku dhashay in maryamada soo socota kuwa maryamada kale lagu badbaadiyo soo arintu gabadhaas maryam bay ku dhalatay waxaan ku dhalatay inaanan eegin oo iska dhaafin maata hada hadaad fiirsan halka gabdhaha Soomaaliyeed markay dhimanayaan marka xanuunka loo dhinto umulaha mid koowaan waa dhigbaxa waa wax loog yahay maalinta wad hadda waxa dhacday gabar amino awdaa shubanka garanaysa gabaray dhashay ayaa sidana kulaag inda moon bay u dhashay waxay joogtaa dhigbaxa ayay ugu badan tahay dumarkay oo dhig ku dhintaan dhigbaxa waxa keena markii prolonged labor markuu foosha ay badato ayaa keenta waa dad aragtaan gabadha hadda halka jeedda runtii aad iyo aad bay ugu leegtay gabadhii aan soo arkay you can see waa gabar yar oo ilma ah waxa uu jeedtaa macnaha ee caawo ma la'aan wad u sheedaan ha ku soo leen hadda halkaas qofkii arka waxa weeyeen aniga kiis waan tagnay halka gabar baa lagu muujinayaa markaan tagnay dadu qolkaas halka ugu jeedin gabar baa lagu fulinayaa islaantaas aa u dhinayso tii ka soo baxday tii kaala iyo gabar arka waa qof dadu u miyey waxa qolka jeefkiisa halkaas darbiyada say ku yimaad u jeedaa waliba kuwaas sarir bay leeyahay what you can imagine ma xaalada say tahay how to stop and you can see who is one see how the perfume hoyadas ki hor haro ki hore een hadda hooyadaasi waa hooyada ku taada banarka wajigeeda bal eega haws waxii een wax yar hadaad fiirisid een hooyada hadaad fiirisid cunugaas iyo hooyada si wad garan kartaa hadda hooyadan meesha way ku umushay
صوبت أنا وحوي صدقني لي وحي بعياني دلال كوفي صوبت أنا وحوي وحلي يا باهيدي يا وقتي مركز تابنا اسبتال هذا ما لها وضدك الودا وين يوم أرنتي حرمك بنينا ونقليسين هو يدي سودي مطيب وننك يدو معركتي أكتر نائي هو يدي وحيكمت هاي وحيارها ضدك كربوين كاللوغة فريدو تعصوا كلمة لا يقبطو وأكته النبي عليه الصلاة والسلام وحيري قفك قف مؤمن كرب كفريدو كربوين كأدو يدع إلهي ما كفريدو كربوين كآخر متكمدع مركا كربك وين ما تشلتو قف نفتيسي أي خطبك تشلتو وغيري قاك أسارة وحيراتا مركا ولا ليال إن أن أن انتاسي أي نغفر انتها انتاس البرنامج كغيبت يقوه يليد وقونا مهم سنيد واتر وعرنا عاوة إن الرف والبا وإلهي سبحانه وتعالى لاتجار إستو ووحا أب حسن يسير أدوني يوتدكو إلهي سبحانه وتعالى إنه كربدا لكفة يدو أدونك كربا لك مبايا عميس سيدا أعددك ولا لها كربدا لكفة يدو اللبا واجب كسارا وديني أولا التنمى إيا اللي أهل نمى اللي يقول لي هو القدتين صدح صدقة جارية وكوص عطو وميلها صوكا لو حيكم بتميلها صدقة دو تشوك تدتهاي و أباها يومينتي هو يدا يدتك تعليد وكاهر مريه هذه قالوا فها قبل كوان فعي كمتا أفر وحد نيوتا أما الشم لبعت هذا هي عليس كدتك سايستو وقال دم بقاره أي قلين إلهي عز وجل وكعي قامي مجلو وامتحان أذيقو يا عريقة يا أنت ظلمتك دي ما أنت قفك حنو يا بطل يا مركب وسبتال بوتيك يا بخاطر وين قلبك يا دونك قدام بي وحي حيو أو مركب البرفس سكدا هو يسكو بمتين هو يوين كينا يا حاسس كينا أيقون أوين أو بحاوة يا راتي حنو درين بأمران مركا دي تاعنا وان كتشرنو وقادا وحقار أهو أن جائزة أهو نلوسي يتنها النودين إيقان عقاب الله سارة يئنو يهي هرقا ذنين إيقان وارو امتحانيا فلين يصبران.